مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم تناسق الدرر. يسعدني ويشرفني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ القراء بالجامع الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة أهلا الشيخ. أهلا بك يا مش محمد، بارك الله فيك وفتح لك. اللهم أمين، وإياكم شيخي الكريم. توقفنا عند قول الله عز وجل في سورة البقرة آية 164، إن في خلق السماوات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال عز من قائل في سورة الرعد الآية 4، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى في سورة النحل الآية 12، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال عز من قائل في سورة الروم آية 24، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى في سورة النور آية 61، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إلى قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نعم شيخ الكريم، في سورة البقرة لآيات لقوم يعقلون، في سورة الرعد إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، في سورة النحل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، في سورة الروم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وأخيرا في سورة النور كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نعم شيخ الكريم، وأوجه التناسق بين الآيات والدرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو نحينا الآية الأخيرة جانبا، لأن يعني ليست متشابهة إلى حد كبير مع الآيات التي سبقتها، نعم، لا في النهاية ولا في مضمونها، تمام، فننحيها جانبا. طيب، ونأخذ كل الآيات اللي فيها أخيرها إن في ذلك الآيات اللي قوم يعقلون، دي أربع مواضع تقريبا. طيب، أربع مواضع. كل هذه الآيات التي ختمت بإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أجمل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، في كل آية من هذه الآيات، آيات تدل على قدرته. نعم. يقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وهذه الآيات لا يدرك بها الإنسان قدرة الله سبحانه وتعالى وتحكمه ويعني جاهه وعظمته إلا من كان له عقل. لذلك يناسب خاتمة هذه الآيات أن تنتهي نهاية واحدة، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لمن جعل الله له عقلا يميز به حقائق الأمور. الله أكبر. فإذا نظر إلى هذه الآيات العظيمات عرف قدرة الله، ومن عرف قدرة الله يعني أمن مكره باتباعه واجتناب نهيه من بواسطة المرسلين. يعني نعم، والمقصود بأمن مكره عز وجل أي خافه سبحانه وتعالى، نعم، واتقاه. نعم. نعم. نعم.
أحسن الله إليك ونفعنا الله بك وبعلمك. نعم شيخ الكريم، الموضع الثاني في هذه الحلقة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قال تعالى في سورة البقرة آية 173، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وفي سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وفي سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. نعم نعم شيخ الكريم، في هذه المواضع لاحظنا أنه الموضع الأول فقط والتي تقدمت به لفظت به يعني وما أهل به لغير الله، بس الموضع الأول وهو في سورة البقرة، بقية المواضع وما أهل لغير الله به. نعم. قالوا هذا الفعل اللي هو أهل تعدى بالباء، يعني قالوا إن الفعل إذا تعدى بالباء كانت الباء هذه كأنها حرف من الفعل. يعني أقول لك إزاي، مثلا أقول ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، لو أنا شلت هذه الباء وأردت أن أعوض عنها في الجملة بحيث تعطي نفس المعنى أقول أذهبت زيدا، فكأن الباء حلت محل الهمزة التي هي في المضارع، لذلك هي شديدة اللصوق بالفعل. لذلك قالوا إيه؟ قالوا ينبغي لها أن تقدم على أي كلام، لذلك الجملة على أصلها جاءت في أول موضع وما أهل به لغير الله، فتقدمت به الباء التي نتجت عن تعدي الفعل مع الضمير الذي أضيفت إليه، تقدمت على لغير الله على أصل ما يكون الكلام به. طيب في بقية المواضع تأخرت ليه؟ قالوا تأخرت وتقدم ما يفيد الاستنكار توضيحا للكلام، يعني دايما يقولوا إيه؟ يقولوا ما يبين به الكلام إذا تقدم يجوز تقديمه وإذا تأخر يجوز تأخير، وذلك قالوا يجوز تقدمة المفعول على الفاعل إذا كان تقدمة المفعول مبينة للكلام، يجوز تقديم الحال على صاحبه إذا كان تقديمه مبينا للكلام. هنا لما يقول وما أهل لغير الله به كأنه قدم لغير الله إظهارا للاستنكار الذي أراده الله سبحانه وتعالى في العبارة، هي المفروض حقها التأخير مش التقديم، لكنها قدمت بيانا للاستنكار. لذلك الموضع الأول جاءت فيه على أصل ما تكون القاعدة اللغوية، ثم بعد ذلك تأخرت حتى تعطي المعنى الذي أراده الله أو تبينه من خلال تقديم ما يستنكر، لذلك قال وما أهل لغير الله به في أكثر من موضع. نعم طيب، يعني هنا يرد السؤال، طيب ما في أول آية في استنكار، يعني هناك لكنه أشد بيانا حينما قدم ما يستنكر. ما هو المستنكر في الكلام إيه؟ الإهلال لغير الله، مش كده برضو ده المستنكر في الكلام، فحينما يقدم ما يستنكر يزيد البيان بيانا. لذلك هم دايما يقولوا كده، يقولوا تقديم ما حقه التأخير يفيد البيان ويفيد الاقتصار، يعني بيان أن هذا هو ما عني به الكلام اللي هو كان مؤخر وقدمناه. لذلك أنت لو لاحظت أني حتى في الكلام العادي لما نقول وما أهل لغير الله به زاد المعنى وضوحا في صورة، لذلك أكرروا أكثر من مرة على نفس هذه الصيغة بيانا لما يستنكر. إيه هو اللي يستنكر منهم؟ أنهم ذبحوا لغير الله، فما يستنكر عليهم أنهم ذبحوا لغير الله سبحانه وتعالى، فلغير الله هذا الذي قصدوه هو ما يستنكر عليهم، فقدمه حتى يكون ظاهرا في الجملة. نعم بس في الآية الأولى يا شيخ الكريم السياق واحد، يعني موضوع الآية الأولى إنما حرم عليكم الميتة والدم هو السياق والدم ولحم الخنزير، في الآية الثانية حرمت عليكم الميتة، والآية الثالثة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه.
نعم، هو المعنى واحد في الجمل الثلاث، ما فيه خلاف لا في حينما قدم ولا حينما أخر، ولكن مش هيختلف المعنى، وإنما هيختلف وضوح المعنى. وضوح المعنى في الجمل الثانية والثالثة أكثر. طب في الأولى، في الأولى المعنى واضح لكن ليس على درجة الوضوح في الجملة الثانية والثالثة، لأن احنا لازمنا أصل ما ينبني عليه، ما تنبني عليه قواعد اللغة، وهي أن تقدم الباء ومعمولها على المفعول الثاني، فلذلك لما قدمت عليها زاد المعنى وضوحا، لكن اللغة ما بتقولش كده، اللغة بتقول إن دي تبقى الأول ودي تبقى الثانية، فلما تقدم واحدة على واحدة يبقى أكيد ليه غلط في التقديم اللي هو زيادة البيان والإيضاح يعني. اتضحت الصورة. يعني أراد عز وجل يعني في الآية الأولى أن تمشي، يعني السياق، سياق الآية يمشي على قواعد اللغة، وأما الآية الثانية والثالثة هناك مخالفة لقاعدة اللغة من أجل بيان، من أجل البيان واستنكار الفعل. هي مش مخالفة لكن هي حالة ليست الأصل، هي فرع من الأصل، مخالفة للأصل. أيوة نعم نعم، فرع للأصل ولكن معمول به في اللغة. طبعا 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 يعني هذا قصدي يعني. طيب يعني أقول لك على حاجة، الأفصح هو مخالفة الأصل هنا. لذلك لو تلاحظ أنه جاء ثلاث مرات اختار مرتين وجابها على التقديم مخالفة للأصل، لأن المرتين هي الأفصح، ولكن المرة الأولى كأنه أراد أن يقرر قاعدة هي هذه الأصل، لكن أنا أخالفها عشان أوضح لك المعنى، فجاءت الفصاحة على غير الأصل، فهذا يعني مما تقتضيه العبارات، لذلك تيجي أكثر من مرة أشد بيانا، حتى بعد كده لما يجي هؤلاء ويحاسبوا أمام الله سبحانه وتعالى يقول لهم إني بينته لكم بيانا ليس بعده بيان، وكررت العبارة مع أنها يعني لما كررت لم يلتزم القال القاعدة، وإنما تغيرت القاعدة إلى حالة متفرعة من القاعدة حتى أحاجكم بها حينما تلقوا. سبحانه وتعالى عز وجل تعالى وتقدس ربنا العظيم الأعلى. شيخ الكريم، يعني نفهم من هذا معنى دقيق جدا يعني، وهو ما فهمته من فضلتك، ان يعني الآية الأولى وما أهل به لغير الله، لو قال الله عز وجل في هذه الآية وما أهل لغير الله به لكان لأصبح عند يعني علماء المسلمين الأصل ما جاء في القرآن. أحسنت، صح كده شكرا. طبعا أيوة فالله عز وجل أقر بالأصل في الآية الأولى وهي في آية سورة البقرة، ثم جاء على يعني خلاف الأصل وهو الأفصح في الآية، في آية سورة المائدة وسورة الأنعام. صحيح يعني، صحيح بالضبط كده. نعم طيب الحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك ونفعنا الله بكم. فضيلة الشيخ أحمد منصور الشيخ القراء بالجامع الأزهر، أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا، وجزاكم حبيبنا الشيخ محمد ونفع بك يا رب. اللهم أمين وإياكم الشيخ الكريم. مشاهدين الكرام، في نهاية هذا اللقاء الماتع أسأل الله عز وجل أن يكون ما قلنا نافعا مفيدا، أن يكون سببا في الحرص على تدبر كتاب الله عز وجل، وهذه هي يعني الوصية وده الغرض من وراء اللقاءات دي والحلقات اللي احنا بنعملها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا علما وعملا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.